السلام عليكم طلاب، وياكم حسن باسم. إن شاء الله اليوم نشرح السيشن السابع، اللكتشر الأول اللي هو بعنوان نيمونيا. طبعا هذا السيشن قليل ب16 سلايد تقريبا، بس أنا ضفت كم سلايد يعني من أوزموزز ومن نينجا ومن جوجل همات، بس على مود نعطيكم ديتيلز أكثر، يعني هو ما واضح كلش بهالمحاضرة. طبعا قبل لا نبدي أتمنى يشتركون بالقناة وخلونا نبدي. طبعا مثل ما أخذنا بداية الريسبيراتوري إنه الاير يدخل، ثواني، هاي الاير يدخل عن طريق التراكين او عن طريق برونكاي، يدخل الفلاي عن وسط التبادل الغازي بينه وبين الكابلاريز، بين الفلاي والكابلاريز. طبعا الاير اكيد من يدخل، ما يدخل يعني واحده، اكيد بميكروبس، بميكروبات. فالميكروبات من تدخل الجسم عنده يعني وظائف دفاعيه. شنو هاي الوظائف الدفاعيه؟ اللي هي مثلا ميوكوسيلري يسمونه اسكليتر، او اصلا هذا السيليا موجوده على اللي سيلو ستراتيفايد كولمنر ابيثيليوم نسميه احنا. هاي السيليا موجوده تساعد على انه اذا موجودات مايكروبس فتساعد انه تدفعهم تطلعهم لبرا. اوكي، هاي اول وسيله دفاعيه. والوسيله الثانيه المايكروفيجز، الموجودات داخل الالفيلاي هم اذا دخل اي نوع من المايكروبس داخل الالفيلاي ايش راح يصير؟ فالمايكروفيج راح تلتهمها وتخلص الجسم من عندها. طبعا اذا هسه راح اعيد طبعا مره ثانيه الحكي بعد شويه. طبعا اذا باي طريقه او باخرى دخل هالميكروبز داخل الجسم، يعني داخل الفلاي وما طلعتها لا سيليا ولا ماكروفاج، صار بيها مشكله ما طلعتها، فراح يصير داخل البرونكاي او داخل الفلاي، وبالحاله يصير عندنا نيمونيا. هي هاي النيمونيا من صار الميكروبز داخل الفلاي. هنا يقول ذا مايكروبز تيبيكلي شنو انفيد لانج تيشو، يقول انه هي راح تروح لللانج تيشو. ايش راح يصير؟ مطرح اللنج تيشو اكيد الجسم ما راح يسكت، راح يسوي انفلاماتوري ريسبونس، راح يصير انفلاميشن. فايش يقول؟ جاي يقول هنا انه يقول راح تجي وايت بلود سيلز اكيد، وطبعا راح نشوف العمليه بعد شويه نعيدها شلون تجي وايت بلود سيلز، رغم انه هي ما مطلوبه من عندنا. وايت بلود سيلز راح تجي، بروتينز راح تطلع حمات والفلويد وريد بلود سيلز. طبعا خليني اشرحها بتفاصيل اكثر هنا. هذا ملف فيتامين نينجا هنا، تمام. اوكي، هسه عندنا احنا قلنا راح يدخل، خلينا نعيد الوسائل المناعيه مال الجسم اللي يستخدمه الجسم. اول شيء عندنا هذا السيدو ستراتيفايد كولمنر ابيثيليوم اللي هو بيسيليا. هاي السيليا شنو تساعدنا على اذا طب اي مايكروب هنا تحاول تطلع مره ثانيه، تطلع لبرا، تخرجه لبرا. ثواني بس خلينا نغير خط. اوكي، راح تحاول تطلع المايكروبز خارج الجسم. طبعا الشيء الثاني، اول شيء عندنا شيء اسمه كاف ريفلكس. هاي اذا دخل اي شيء داخل جسمنا احنا مثل ما تعرفون بسرعه راح نقح هنا ونطلع لبرا. هاي وسيله نوعيه ثانيه. طبعا هذا الكف ريفلكس عن طريق شنو؟ عن طريق نيرفات متحسسات هنا موجودات، اكو نيرفات هنا تاخذ تودي للدماغ انه داخل تراكي جسم غريب، فاحنا راح نقح ونطلع لبرا. الثالثه عندنا هنا عندنا شنو؟ انتي بودي، او عندنا امينوجلوبين قصدي. مثلا هذا الامينوجلوبين خاص للميكروب، اذا دخلت ميكروب ايش راح يسوي؟ راح يتصل وياها وراح يجيب الخلايا المناعيه ويهاجمها. فهاي ثالث شيء. وعندنا رابعا اللي هو المايكروفيج، اللي راح المايكروفيج شنو؟ تلتهم الميكروب الغريب اذا دخل، اللي يدخل. ف ايش عندنا؟ اذا صار عندنا مشكله بيه ذني، مثلا صار عندنا مشكله يعني مثلا دخل الميكروب، صار مثلا هذا يدخن الشخص هذا يدخن، فصار عنده مشكله اصلا بالميكوزا مالته، لذلك ما راح يصير يقدر يطلع لبرا الميكروب. او عنده مثل كف ريفلكس ما راح يصير. ليش ما راح يصير؟ مثلا عنده برين انجري، او عنده مشكله ثانيه بحيث النيرف ما اخذ مثلا يسموها انتي كاف او ادويه، بحيث انه النيرفات ما راح يشتغلون، ما راح يوصل الدماغ انه اكو شيء داخل اللنج، فلذلك ما راح يصير اي كف ويبقى وضع طبيعي، فيدخل الميكروب لجوا. من يدخل الميكروب لجوا، هذا الميكروفيج راح يسوي الميكروفيج؟ راح تلتهمه. من تلتهمه راح تفرز لنا طبعا تيومر نكروتيك فاكتور وانترلوكين 1 او انترلوكين 8. اذا كل طبعا عندنا كل يساهم شيء يسمونه كيموتاكسيس، اللي راح يساهم انه يجيب يعني خلايا الدم البيض الباقيات ويصير انفلامتوري ريسبونس. طبعا او خلينا نكمل هذا الحكي. قلنا دخلت منها، دخل الميكروب دخل وما واجهه لا الميوكوزا الابيثيليا مالتها ولا الكف ريفلكس ولا الانتي بودي، دخلت هذا الميكروب وصل هنا، هذا وصل هنا. ايش راح يصير؟ هذا الميكروب يفرز شيء اسمه اندوتوكسينز. هاي الاندوتوكسينز راح تاثر على التيشو مال الالفيلاي. هاي هنا مثل ما تشوفون هاي السهم اثرت على التيشو مال الالفيلاي. ايش راح يصير وراها؟
هذا تشوف راح يفرز راح يصير يسمونه لوك ترينت. هذه لوك ترينت راح يفرز لوك ترينت بي 4. هذا لوك ترينت بي 4 عنده شيء يسمونه كيمو تاكسز. هاي كيمو تاكسز راح يسوي كيمو تاكسز راح يحفز باقي خلايا الدم البيض ينتج لهالمكان ويسوي انفلاميشن. نفس الوقت هم يفرز يفرز هذا لوك ترينت سي 4 ال او دي 4 و اي 4 يمكن راح يفرزن. هم راح يسوون شنو؟ هذا ايش راح يسوون؟ إذن يصعد همات يصعد الفاسكولار بيرميبلتي راح يصير الكابلري هاي بيرميبل فراح تعبر لنا فلويد وتعبر لنا بروتينات مال البلازما كلها تعبر تجي لها المكان. بعد شعدنا هسه خلص من دني نرجع على المكان مثل ما قلنا ماكروفيج اذا ايش راح يصير راح تحفز همات ومن تحفز تعطيني تو نكروتك فاكتور الفا وانترلوكين 1. طبعا اذا ايش راح يسوي طبعا انترلوكين ايش راح يسوي؟ راح يسوي بايركسي راح يسوي فيفر. اوكي هذا راح يسوي فيفر يعني يصير سيستمك هذا افكت راح ياثر على الجسم ويسوي فيفر. نفس وقتها ما راح يسوي لنا كيمو تاكسيس يحسون كيمو تاكسيس راح يجيب باقي خلايا الدم البيض مثل ما اخذناها بالامودي بذاك السمستر. ايش عندنا بعد؟ اوكي هم عندنا شغله هذا انترلوكين او انترلوكين اوكي راح تاثر الماس سيلز نفس الوقت الماس سيلز هم راح تاثر من راح تأثر ماسيل راح يصير راح تفرز هستامين. الهستامين شنو وظيفته؟ يسوي لنا فازو دايليشن راح يصير فازو دايليشن نفس وقت همات يزود البيرميبلتي مالت الكابيلاري فراح همات يطلع لنا شنو يطلع لنا اكثر بروتينات يطلع لنا اكثر بلازما يطلع لنا الفلويد مال البلازما كله يجي لهالمكان يجي من الالفلاي. ف طبعا هنا عندنا شنو شيء يسمونه ستيجز. طبعا انت فهمت الفكره انه من هذا دخل الجوه هاي خلص هاي يسموها النيمونيا او من الجو اثر وسوي الفلامنت ريسموس هاي يسموها نيمونيا. هسه عندنا بعد طبعا هسه كنا ناخذ انواع راح اشيكم عن انواع وارجع لهالمكان خلنا اشيكم عن انواع اوكي هاي هاي الانواع النيمونيا اكو ثلاث انواع. اكو نوع يسمونه برونكو نيمونيا. شنو هاي برونكو نيمونيا؟ مثل ما تشوفون هنا صور ياثر على الالفلاي وياثر على هذا تشوفون هذا ياثر على الايروي همات ياثر على الاثنين. عندنا نوع ثاني شو يسمونه؟ يأثر على ال يسمونه atypical or يسمونه interstitial أو interstitial. شنو interstitial؟ هو من اسمه interstitial. يعني ما يأثر على شنو؟ على interstitial مالت اللانك يعني على التشو مال اللانك ما يأثر على الألفلا ولا على برونكيوز. عندنا نوع ثالث يسمونه شنو؟ lobar. شنو lobar؟ عندنا مثل ما تعرفون اللانك هي قسمه lobes مثل هسا شنو هاي right lung قسم هذا superior و inferior وعندنا هذا middle lobe. عندنا left lung بها two lobes هذا اللوب وهذا همات. فاللوبر شنو هذا؟ هذا يأثر على شنو؟ يأثر على لوب واحد من اللنك. يعني شو يسوي؟ يسمونه شيء يسمونه consolidation. يعني فلويد راح يترس هالمكان هذا مثلا يترس بس هالمكان بس هذا اللوب يترس مثلا أو بس هالمكان أو بس هالمكان. فنوع النيمونيا يسمونه لوبر نيمونيا. هسه عرفتوا الفرق بين المفروض. فراح نحكي هنا احنا هسه هنا بهذا هنا بس راح نحكي على شيء يسمونه لوبر نيمونيا. طبعا هذا الحكي ما مذكور عندنا بالمحاضرة بس أنا جاي أذكر ما هيك بس على يعني صار لكم فكرة أخاف يعني تسمعونه بغير مكان. واعتقد مذكور بالورك بوك اعتقد. هاي اكو شيء يسمونه ستيجز. ستيجز هاي وين يصير باللوبر. هاي نوع ثالث هاي نوع ثالث مال نيمونيا هذا اللوبر نيمونيا يصير على شكل ستيجز. شلون يعني مثلا ستيجز؟ مثلا اول ما يدخل الاندوكسين من يوم الاول يوم الثاني يصير شيء اسمه كونجشن. شنو كونجشن؟ مثل ما قلنا كونجشن هو يطلع الفلويد كله الفلويد يطلع من الكابلاري يجي لهالمكان فيسوي احتقان او يسوي هنا يتجمع هنا يسوي احتقان كونجشن. وراها ايش راح يصير؟ تمام وراها يسوونه ريت هيبتيزيشن. شنو ريت هيبتيزيشن؟ هذا الفلويد ما راح يطلع راح ياخذ بروتينات. طبعا ريت هذا البروتين يصير من يوم 3 ل 4 هذا من اخذ بروتينات وراها بعد خلال فتره 3 ل 4 راح يطلع حتى انه شنو كرايه دم حمر راح يطلع كرايه دم حمر من هالمكان تروح هنا فراح يسوونه ريت هيبتيزيشن راح يصير احمر لونه. وراها ايش راح يسوونه؟ يسوونه جراي هيبتيزيشن. شنو هذا جراي هيبتيزيشن؟ تبدي من يوم 4 7 كرايه الدم الحمر اللي اجت بهالمكان ايش راح يصير بها؟ راح تتكسر فيتحول لونه الى جراي. طبعا اخر شيء يسمونه ريزولوشن. هاي ريزولوشن هي اخر مرحله اللي من يوم 8 فوق هاي خلاص يبدي الجسم يبدي يطلع يعني يتعافى الجسم فيبدي يطلع كل شيء صار هنا من كرايه الدم حمر وبيض وكل شيء صار هنا راح يبدي يطلع اللي برا عن طريق الكف عن طريق الكف يطلع اللي برا. هسه خلص من هالمعلومات ثواني نجي للكوزز او راح اعيف الكوزز. اكو اشياء المفروض اذكرها وشو ما اذكرها. الكوزز ما اذكرها هنا باعتبار انه راح اذكرها بعد شوي بباقي المحاضره. خلينا نبدا المحاضره بعد نرجع لها السلايد اذا احتاجنا. فاول شيء يقول النيمونيا is defined as an acute respiratory illness
هي acute respiratory illness، هي مرض respiratory يصير associated with شنو recently developed radiological pulmonary shadowing which may be segmental lobular or multilobular lobar lobar or multilobular. Pneumonias are therefore usually classified as. هسه شنو هو جاي يقول هنا؟ يقول هي عباره عن مرض باللنج يصير ويا شنو؟ طبعا هذا recently developed radiological pulmonary shadowing، هذا راح تشوفهم بعد شويه شلون يصير. ناخذ radiological image، ناخذ الايمج يعني بالاكس راي ونفهم انه شنو قصدي هذا الشادوينج. Which may be segmental، اوكي هالانواع ثواني. هم اما قلنا lobular، هاي lobular. طبعا هاي سيجمنتال، هم البرونكو نيمونيا يسموها سيجمنتال، يمكن يعني تاخذ جزء مو كل لانج، مثلا تاخذ هالمكان باتش يسمونها، تاخذ مكان او مكان معين يسموها سيجمنتال. مارت لوبيلر يعني يمكن تاخذ مو لوب واحد، مثلا تاخذ لوب اثنين، هذا وهذا مثلا، اثنين تاخذ لانج كله مثلا، او تاخذ هذا وهذا يسمونه مالتي لوبيلر. ايش عندنا بعد؟ اوكي pneumonia are therefore usually classified. هسه طبعا عندنا تقسيمات او تصنيفات مال النيمونيا، راح نشرح خلال المحاضره يعني. يسموها community acquired، ونوع ثاني يسمونه hospital acquired، يسمونه nosocomial، ونوع ثالث يسمونه dose of occurring in immune. طبعا كنا راح نشرح بعد شويه يعني مو مشكله هسه تفهمون، او aspiration pneumonia. وين راح نشرح بعد شويه، خلينا نشوف اذا الصور هنا اقدر اوضح لكم اياها ولا لا، بس بصوره ملخص راح احكي لكم اياها هسه وبعدين نكملهن. هاي مثلا عندنا وش شنو النيمونيا قلنا كاتيجوريز مالتها وش كوميونتي اكوايرد. هاي شنو كوميونتي اكوايرد؟ يعني واحد صار عنده نيمونيا، يعني اصاب نيمونيا، هو شنو هو خارج، هو خارج المستشفى، يعني ما داخل المستشفى، هو برا صار بالنيمونيا وجاء المستشفى النوب على مود يعني على مود العلاج. او عندنا شيء نوع ثاني يسمونه هوسبيتال اكوايرد نيمونيا. هذا هوسبيتال اكوايرد، هذا لا، المريض انصاب داخل المستشفى، يعني هو داخل المستشفى جاي على مود مرض ثاني عمود يتعالج، لا جت نيمونيا وراها انصاب نيمونيا. هاي يسمونه هوسبيتال اكوايرد، هاي يسمونه مور سيريس. ليش مور سيريس؟ يعني يكون خطر اكثر. ليش؟ باعتبار انه البكتيريا او المايكرو اورجانيزم الموجودات داخل الهوسبيتال يسمونه ريزيستنس اكثر، يعني تقاوم العلاج، تقاوم الانتيبيوتكس اللي نعطيها. ايش عندنا بعد؟ اكو نوع ثالث يسمونه اسبيريشن نيمونيا. هذا اسبيريشن نيمونيا مثلا شنو؟ اكلنا شغله ودخلت داخل جسمنا، بس وين راحت؟ راحت يعني ما راحت يعني الجسم الجهاز، دخلت من دخلت داخل التراكيا. احنا المفروض شنو؟ احنا المفروض نقح ونطلعها، اوكي؟ بس قلت لكم احنا مساعش عندنا مرات وين ثواني خلينا نرجع هنا. قلت لكم مرات هذا معطل، يعني ما يقدر نقح هذا الكف ريفلكس، ما يقدر باعتبار انه صاير برين انجري او صاير اي شيء ثاني او نيرف او ماخذ دواء الكحول او اي شيء ثاني يعطل هذا الكف ريفلكس، ولكن ما راح نقح، راح تدخل تبقى هنا. هاي هنا هاي مثل ما تشوفون دخلتنا وقفت. هاي هنا هي اكيد هذا اللي دخلت يعني مو ستيراي، مو معقمه، هي اكيد بها مايكروبس، فذاك راح تاثر على اللنجز، فذاك هاي يسموها اسبيريشن، يعني تدخل داخل اللنج مالتك اسبيريشن نيمونيا، سواء من فود درينكس او جاستريك كونتنتس، يعني بالعكس الجاستريك كونتنتس تطلع لبرا تدخل داخل التراكيا. طبعا هذا الريفلكس ليش يصير؟ قلنا مثل ما قلت لكم، يعني الريفلكس مال الكف ما يصير. ليش؟ لان قلت لكم هو ماخذ دراجز او ماخذ الكحول او برين انجريز، هو النيرف يوصل الايعاز انه لازم اخذ كف، بس البرين بي انجري ذاك ما راح يجي الايعاز انه خلاص لازم نقح نطلع الاكل. سوالينج ايشوز، يعني مشكله بالسوالينج همات يمكن تاثر. طبعا اكو بعد نوع رابع احسن ما مذكورين هسه نذكره بعد شوي. هنا هسه حكينا عن الاسبريشن اخر شيء، وحكينا على الكوميونتي اكوارد انكم يعني خارج المستشفى، وهوسبيتال اكوارد يعني يصير بي نيمونيا داخل المستشفى، ودوز اوكرينج ان امينولوجيكال كومبرومايز امينو كومبرومايز هوست. هاي شوي نحكيها اخر شيء هسه. وهم هسه حكيناها مثلا اللوبر نيمونيا، هذا حكينا عنها. شنو يقول هي؟ يقول از همات ارديولوجيكال. طبعا هسه ما راح تفهمونه الا بعد شوي، خلينا نروح بعد شوي نرجع ثواني. يقول هسه شو يقول از ارديولوجيكال اند باثولوجيكال تيرم ريفيرينج تو هوموجينيوس كونسوليديشن اوف شنو وان اور مور لنج لوبز. قلنا اللنج هاي بها شنو؟ بها كم لوب؟ بها هاياها مثلا هسه هاي الرايت لنج بها انفيريور سوبيريور ميدل، عندنا الليفت لنج بها سوبيريور وانفيريور لوب. فشنو هذا اللوبر؟ يصير يعني كامل، قلت لكم ياخذ لنج لوب كامل، فياخذ هذا اللوب كله او ياخذ غير لوب، هاي يسموها لوبر نيمونيا. فيقول شلون يصير؟ يصير على شكل شنو؟ كونسوليديشن، يعني من تبين بالاكس راي شو يصير؟ تبين كلها بيضة، اوكي؟ المكان كله هذا اللوب اللي اخذ كله يبين بشكل ابيض.
اوفن شنو اسوشيتد بروبلم في المشين، وراح يصير همات ويا 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 هذا اللوبر نيمونيا يسمونه شيء يسمونه بارا بارا بلورال اوكلوجن اعتقد هيك شيء يسمونها، ما تصير ويا اللوبر نيمونيا. خلينا نصور اراويكم صور الراديولوجيكال عم تفهمونه. يعني حسب مثلا هاي هسه مثل ما تشوفون هنا، طبعا هي مو كلش واضحه بس المفروض نشوفها. هو المفروض اللون كله تطلع سود بلون اسود، يعني مثل ما تشوف هناك مثل هذا على اليمنى. ثواني عندنا هاي هاي اللفت لانج وهاي الرايت لانج، فمثل ما شفنا المفروض يطلع كله اسود، هي شو بتبين. بس هنا مثل ما تشوفون شوف هاي شو صايره، شو صاير هذا المكان ابيض، هذا المكان كله ابيض، يعني معناته اللوب كامل من اللانج شنو صار له كونسوليديشن او صار بينه مويه. فشنو هاي يسمون لوبر نيموني هاي المكان. فحاس عم تفهمون حسب التعريف. ثم نرجع للتعريف هذه. فشنو إذا radiological and pathological term referring to شنو homogeneous consolidation of one or more lung lobes. هاي اللي شفناها صورة بس لوب واحد من اللنج، يمكن يقول لك هي لوب واحد أو أكثر من لوب. أوفن شنو associated prolongation pleural inflammation، يمكن يصير inflammation بالبلورا مالت مالت اللنج. نوع ثاني يسمونه برونكو نيمونيا. هذا شنو هذا؟ refers to more patchy alveolar consolidation. شنو patchy؟ خلنا نراويكم شنو patchy. خلنا نشوفها وياها. هنا أو هنا نشوفها. هسا وياها. هاي باع برونكو نيمونيا هاياها. هاي صورة ثانية. جشوفون هسا مثلا هاي اللوبر شنو؟ جشوفون مكان كامل. شوفون مكان كل اللوب كامل رايح هذا كله بيصير. بس من تشوفون البرونكو نيمونيا شو راح تلقون؟ راح تلقون هيك بس باع مناطق مثلا هسا هذه هنا. مناطق يعني patch هذا يسمون patch، يعني منطقة معينة أو منطقة صغيرة مثلا هنا هاي. شوفوا مكان صغير كل شيء صاير بيه او يعني سيجمنت معين صاير بيه نيمونيا. اوكي يعني يسموها موزعه مو بمكان واحد ومو كلها بيضه مثل هاي. انت تشوفون لوب كامل لا موزعه فيسموها شنو باتشي. ريفيرت تو قلنا شنو مور باتشي الفيلر كونسوليديشن اسوشيتد وذ شنو برونكيال اند برونكيولر انفلاميشن اوفن افكتد بوث لور لوبس. يعني دائما يصير بال 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 اداء هنا لوبز الجوي صغيرة هسه مو مشكله. يعني هاي بس مش تفهمون انه ايش تاثر على الجلاي مناطق موزعه داخل اللنج، وهم تاثر على البرونكاي مثل ما شفتوا هالصوره هايها تاثر على البرونكاي. هاي برونكاي هاي برونكاي يسموها توي لي هذه اوكي، وتاثر على شنو الالفيا همات. هسه شدنا هسه خلصنا النيمونيا. هسه وصلنا لانواع النيمونيا. قلنا ان النيمونيا عباره عن اربع انواع: كوميونتي اكوايرد وهوسبيتال اكوايرد ودوز اكرينج امينو كومبرومايز هوست واسبيريشن نيمونيا. هسه حنبدا اول وحده اللي هي كوميونتي اكوايرد نيمونيا يسموها سي اي بي كاب. يقول ذا انسنس اوف نيمونيا النيمونيا انسنس 10 من كل 1000 واحد ادولت ايتش يير. Most patients may be safely managed at home. نقول اكثر المرضى النيمونيا يمكن انهم يبقون بالبيت ويتعالجون. But hospital admission is necessary in 20 to 40% of patients. تقريبا 20-40% دول عندهم نيمونيا المفروض ان هم يروحون للهوسبيتال. تقريبا 10% من دول يحتاجون انتنسيف كير، يحتاجون عناية مركزة. من دول ال 20-40% يقول ايش يسمونه community acquired pneumonia. شنو usually spread by شنو عن طريق الايربورن، عن طريق الميكروبس تطلع عن طريق الاير داخل اللنج. And most cases occur in previous يعني تيجي مريض كلش ما بي وتلقى انه خلاص صارت دخلت له بكتيريا وصار بي نمونيا. يعني عشان هو هيلث عشان ما بي شيء. Several factors can شنو impair the effectiveness of local defenses and predispose شنو to community acquired pneumonia are. يقول شنو الاشياء اللي هي ممكن تاثر وتخلي انه شخص ينصاب بالكاب اللي هي community acquired pneumonia. قلنا الكاب هي خارج المستشفى وداخل المستشفى، فيها هي اول شيء سيجارت سموكينج. قلنا اذا واحد يدخن يمكن ياثر على الابيثيليا مالته وياثر على السيليا مالت سيدو ستراف الكلام نابثيليوم ويخليها ما يقدر يطلع الميكروبز برا. عندنا شنو upper respiratory tract infection. هذا صار هنا اكو نوع من البكتيريا. اذا صار upper respiratory tract infection مثل اعتقد بكتيريا يسموها سيدومونوز، هذا صار بها تقدر تسوي انفكشن وتسوي نيموني داخل اللنج. الكحول هم ما يمكن ياثر عليها. كورتيكوستيرويد ثيرابي هاي تقلل المناعه وتضبط المناعه، فلذلك هم اولد ايج العمر كبير. ريسنت انفلونزا انفكشن واحد عنده انفلونزا قبل يمكن هما يزود من احتماليه اصابته بالنيمونيا. بري اكزيستنج لنج ديزيز هو يمكن هذا الشخص عنده لنج ديزيز يمكن هما يزود من احتماليه اصابته بالمرض.
هسه وصلنا شيء اسمه كلينيكال فيتشرز. يقول هي شنو اكيوت illness ان ويتش سيستميك فيتشرز. يقول شيء راح يصير عندنا هسه شوي راح ناخذهن. بلمونري سيمبتومز انكلود كاف, بروتك تشست بين. ايش يعني بروتك تشست بين؟ هذا البلورا مو عندنا لانج, هي لانج بي ثواني هاي لانج ولا ما مو كثر اسمه اي هذا شنو عندنا محاطه بالبلورا هاي يعني شنو عندنا هذا وهذا هذا الانر هذا الفيسرال يسمونه وهذا يسمونه برايتل. فاذا هذا صار به احتكاك يسمونه الفيسرال برايتل صار به احتكاك فيحسب بين يسمونه بلوريتك تشست بين من بي بريزنتك فيتشر. يمكن يجي هو يقول لك انه عندي تشست بين وسبب انه صار احتكاك بسبب النيمونيا. طبعا ايش يسمونه الكوميونتي اكوايرد نيمونيا اكثر شيء سببها شنو هي يسموه شيء يسموه نوع من البكتيريا. طبعا أكثرية النيمونيا هي يعني سببها بكتيريا, يمكن اكو فيروس يمكن فانجا بس اكثرها اكثر شيء بكتيريا. فاكثر الكاب اكثر شيء اللي يسببها شنو شيء يسمونه نوع من البكتيريا يسمونه ستريب نيمونيا. therefore يقول الباقي يعتمد على الايج يعني باقي يعني البكتيريا تاثر حسب الايج. مثلا عندك مايكوبلازم نيمونيا وعندك لاميدا نيمونيا اذا ايش بيهن ذني يقول لك كون ان يونغ ادلت يونغ ادلت مضاري لما بال20 بدايه العشرينات مالتهم 18 19 دوله. عندنا بعد عندنا شنو عندنا نوع ثاني هذا الهيموفيلس انفلونزا. هاي شو تاثر في الهيموفيلس انفلونزا؟ تاثر على شنو على الالدرلي يعني تاثر على الكبار الناس الكبار. ان يونغ تشيلدرن فايرال انفكشن. اوكي التشيلدرن الصغار يمكن مو تاثر عليهم بكتيريا مثل اللي فوق الكلام اللي حكينا عنهم اثر بي لا يصير تاثير فايرال انفكشن يعني فيروسات تاثر بريدومينانت يقول. وعندها ما تكون نوع من انواع البكتيريا يسمونها ليجينيلا انفكشن. هاي تجي عن طريق ووتر او يعني ووتر كونتامينيتد او يعني ملوث او اير ملوث. هم ما نفس الشيء هم هذا يمكن سببنا كونتي اكوايرد. هسه نجي شنو السيمتومز اللي تصير اوف انفكشن. ايش عندنا اول شيء عندنا سيستميك مثلا هاي فيفر يعني قلنا اول شيء شلون يجي سيمتومز عنده هاي في عنده حراره عاليه تشيلز اللي هذا الرشفه اللي تصير من الانسان يحس بالبرد. عندنا سكن يصير ببلونس او كلمنس. لونجز كاف وذ سبيوتم اند فلم بلغم يعني كاف وذ سبيوتم قلنا. شورتنس اوف بريث ضغط تنفس. بيوتك تشسبين قلنا اللي هو ألم بصدر يجي. بالمسلز يمكن يصير عنده ألم أو يصير عنده فتيك أوكي أو يعني المسل تعبانات. سنترال مثل يجي عنده هدك أو لوس أوف أبيتايت إنه يخسر الشهية أو تغيرات المزاج يصير عنده. فاسكلار مثل يصير عنده لو بلود بلشر. إيش عنده بعد هاي هارت ريت هاي لأن مثل عنده صار عنده هايبوكسيا في الجسم يحاول يعوض فيصعد الرايتس مال هارت. ايش عندنا بعد جاستريك يمكن يصير نوجي. النوجي هي يعني انه شعورك انه تريد تسوي فوميتنج يمكن انت مسوي فوميتنج متقيع بس شعور انه هذا تريد تتقيع يسمونه نوجي. ايش عندنا بعد جوينت يصير بالمفاصل يصير بين. طبعا هذني الرئيسيات. هسه شو صرنا شيء ديفرنشال دايجنوسيس هذني بس الاشياء. ايش ديفرنشال دايجنوسيس يعني من جينا واحد للمستشفى نعرف انه هذا لازم نخلي بالنا اكثر من شيء يعني مو بس نيمونيا عندنا بالنا اكثر من شغله غير النيمونيا. مثلا يمكن عنده بلمونري انفاكشن يمكن عنده بلورال توبركلوسيس او بلمونري توبركلوسيس يمكن عنده بلمونري اديما يقول كان بي يونيلاترال يعني يمكن يصير بس واحده من اللنجز مو اثنين. بلمونري ايوزينوفيليا معناته انه زياده عدد ايوزينوفيلز داخل اللنج يسموها بلمونري ايوزينوفيليا. مالجنسي يمكن يصير مالجنسي يعني يجي هو سبب جيته يمكن يعني هو يمكن عنده نيمونيا بس احنا يسمونه ديفرنشال دايجنوسيس يعني الاشياء الثانيه المفروض نخليها بالنا يعني غير النيمونيا. مالجنسي قلنا برونكو يصير عنده كارسينوما برونكو الفيلر ستيل كارسينوما. شدنا بعد انفستيكيشن شلون نعرف انه هذا عنده نيمونيا او ايش راح نسوي؟ يقول دائما ذا مين اوبجيكتيف شنو اوف انفستيجيتنج بيشنتس وذ دايجنوسيس اوف نيمونيا ار او ايش عندنا اول شيء نسوي له اكس راي او سي تي سكان او نعرف يعني متاكد دايجنوسيس. شنو يعني نسوي اكسكلود يعني مثلا يعني نسوي اكسكلود يعني نستبعدهن نحاول نستبعدهن عن طريق الانفستيجيشن او نسوي شيء ثاني نستبعد انه هو مثلا ما عنده بلمونري انفكشن ما عنده بلمونري او توبركلوسيس مثلا نستبعدها عشان نتاكد انه هذا عنده نيمونيا. وراها شنو ابتين ا مايكرو بايولوجيكال دايجنوسيس
نسوي مايكروبيولوجيكال دايجنوستيك ما عم نشوف انواع البكتيريا او يعني نشوف شنو اللي هو يعني صاير بالجسم. اسس ذا سيفيرتي اوف نيمونيا، نشوف انه هاي نيمونيا عشان نعرف شلون نعرف السيفيرتي مال النيمونيا، بعدين نقيمها وراكم اياها بالسادات الجايه. فما نسوي تقييم للسيفيرتي مال النيمونيا، هم نشوف الكومبليكيشنز مالها عشان نعرف انه هاي شنو السبب. هسه وراها نكمل هسه الانفستيجيشن، وراها شنو هاي هنا يقول يسوي فول بلاد كاونت عم مش نعرف كرات الدم البيض. فاذا كرات الدم البيض كانت هاي 20 في 10 9 بير لتر، معناته شنو هذا انديكيت؟ هو هذا كوميونتي اكوايرد نيمونيا. اذا كان نيستروفيلز همات عاليات مثل 15 في 10 9 همات هاي معناته شنو؟ انه الجسم داخل البكتيريا وصاير مسوي نيمونيا بكتيريال انفكشن. ايش عندنا بعد؟ هيموليتيك انيميا. هيموليتيكم تعرفون مثل اللي هي كريات الدم الحمر تتكسر اكثر ما تصنع، فيسموها هيموليتيك انيميا. هاي شو معناته اذا اكو هيموليتيك انيميا؟ يمكن اذا عنده هيموليتيك انيميا معناته بهالحاله يمكن عنده شنو؟ يمكن عنده مايكوبلازم نيمونيا، يعني هاي اللي قلناها من ساعه نوع مع البكتيريا اسمها مايكوبلازم. فاذا عنده هيموليتيك انيميا يمكن عنده هو شنو؟ مايكوبلازم نيمونيا. ايش عنده بعد؟ اوكي هاي اريثروسايت sedimentation rate and C-reactive protein are high. هذا اللي يسمونه sedimentation. شو sedimentation؟ ياخذون من ياخذون الدم ويحاولون يخلوه بهذا التيوب. انت شنو هذا التيوب؟ فهذا التيوب شنو يبدي الدم خلايا الدم الحمر تبدي تركز جوا. يعني هسه هذا شنو عباره عن بلازما، هذا كله عباره عن بلازما، شنو عباره عن بلازما وخلايا الدم حمر. فبدايه هاي هيك شيء هاي بلازما خلايا الدم حمر شوي شوي يبدي ويمر الوقت تبدي البلازما شنو تركز جوا، تبي تركز جوا تشوف بعض تبي تركز جوا البلازما. اوكي قصدي ريد بلاد سيلز بتركز جوا، بدها تركز جوا هاي يسمونها سيدمنتيشن، يعني راح تبدا تنعزل تنفصل. اوكي فالسرعه ما هذا يسمونه اي اس ار هم طبعا يسمونه اللي يسمونه ارثروسايت سيدمنتيشن رايت. هذا هم تعتمدون اذا عالي معناته عنده نيمونيا، اذا هذا يعني هم دليل انه هو اكو نيمونيا. هما سيرا رياكتيف بروتين هما نوع من هما عشان عليه بروتين عالي هما معناته نيمونيا. باي كيميكال تيست كان عنده هاي بلود يوريا، كانت اليوريا بالجسم عاليه ها شنو بال اسمه بال نيمونيا. هما الجسم يكون يسوي ريبزوربشن اليوريا داخل الدم ذاك يكون هاي يوريا. نفس الوقت هاي الهايبوناتريميا الصوديوم يصير شنو قليل داخل الجسم. ليش صار قليل؟ طبعا هم بحث عنها ما لقيت انه يعني هو الكلام، بس يقولون انه يمكن الاتريال نيتريك بيبتايد اللي هو ينفرز من الاتريوم هذا يمكن يكون قليل. فاذا كان قليل هو شو يسوي الاتريال نيتريك بيبتايد؟ او عفوا يكون عالي لان هو يسوي الادرار اكثر، يعني يسوي اكسكريشن للصوديوم اكثر. فاذا كان عالي في الحاله ايش راح يسوي؟ راح يطلع صوديوم اكثر. فشو يسوي؟ ايش يسوي لنا؟ يسوي لنا هايبوناتريميا. هايبو البنيمية هم ما تسوي وقت لان قلنا احنا الكابلاريز راح توسع والسبرميل اكثر تطلع بروتينات، فذلك راح يصير البومين قليل فيسمونها هايبو البنيمية تجس سيفير نيمونيا، كلهن معناته عندنا سيفير نيمونيا. مايكروبيولوجيكال تيست هسه نسوي مايكروبيولوجيكال تيست شنو هي؟ مثلا سبيوتم سامبلز فور جرام ستين. جرام ستين هي فحص البكتيريا يعني يعرفوها بوزيتيف او نيجاتيف. اكو نوع بكتيريا يعني بوزيتيف حسب السيل ميمبري مالتها بوزيتيف او نيجاتيف، اعتقد نيجاتيف يصير شوي اقوى من البوزيتيف. هاي يسوي كلتشر اند سنسيتيفيتي تيست يشوفوها عمود يعرفون انه هي قويه ولا لا البكتيريا، يعني يشوفون سنسيتيفيتي مالتها. بوزيتيف بلود كلتشر يمكن طبعا البلد يشوفون اذا هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. هو بوزيتيف بلود كلتشر طبعا البلد سوى له كلتشرنج، اذا طلع بوزيتيف يعني ببكتيريا يسموها يعني بكتيريميا، يعني اكو بكتيريا داخل البلد. فهذا معناته شنو؟ اذا بكتيريا داخل البلد يعني اكو هاي سيفير انفكشن، يعني اكو انفكشن كل الشديد. او نسوي بي اس ار مثل ما نسوي بكورونا. وصلنا للتشست اكس راي. طبعا هذا تكمل هو يعني هسه خلصنا احنا ثلاثه انفستيجيشنز وهسه هذا الرابع تشست اكس راي. فباللوبر شنو قلنا؟ قلنا هو عباره عن كونسوليديشن المن، يعني كونسوليديشن شرح كمان على بمحاضره راحت مال لانج فيلر ريسبيرتور فيلر قصدي. قلنا كونسوليديشن يعني تبدل الاير الموجودات داخل الالفيولاي تبدل بفلويد او اي شيء ثاني فيسمونه كونسوليديشن. فاللوب كله صار كونسوليديشن كله تبدل، فذاك راح يبين بلون قلنا شنو ابيض مثل ما شفتوا هنا. هذا مثل اللوب كله هذا يبين بلون ابيض. هسه خلص من هاي. جاي يقول بعد اكو شيء يسمونه اير برونكوغرام. شنو الاير برونكوغرام؟
عدل طبعا هو المفروض بالطبيعي اللنج شنو المفروض تبين هسه المفروض اعتبرها طبيعي اللنج فالمفروض كلها شنو تبين اسود سود ليش باعتبار انه بالاكس راي الهواء اللنج فيلد وذ اير هي يعني كلها ك شو اسمه ك ايرويز وك الفلاي كلها شنو كلها بها هواء بس فالهواء شنو يبين يبين اسود باعتبار انه هو اكس راي اوكي مثل هالطريقه مثل هذا اسود يبين فالبرونكوغرام شنو بهالحاله مثل خلينا نوريكم صوره اياها يقول انه بالحاله احنا شنو الايرويز هي بالحاله هي بها اير اوكي طبيعيه بس المشكله بالالفلاي فالالفلاي اللي تحيط الايرويز راح يصير لونها ابيض باعتبار انها فيلد وذ فلويد راح يصير بها فلويد لذلك راح شنو كذا ما تحدد لنا المكان اللي شنو اللي جاي منه المكان اللي جاي منه الايرويز يعني مثلا شوف هسه هاي شلون طلع هذا اسود هذا داخل راح اشرككم على هذا الاسود بعد هذا الاسود جاي شنو هذا الاسود هذا المكان الاسود هذا او هذا المكان اللي تشوفون هذا الاسود ها شنو هذا الايرويز بس شنو دائما دار لونه ابيض دائما دار لونه ابيض شنو الابيض هذا الفلاي اللي شنو صار به فلويد مو اير ذاك حدد المكان فهي يسمونه بروكن جرام ان برونكو نيمونيا قلنا هسه خلصنا اللوب نيمونيا قلنا هو كونسوليديشن يصير للوب كله يعني يبين شو يسمونه يبين اللوب كله يبين ابيض بالبرونكو نيمونيا البرونكو نيمونيا قلنا هو عباره عن شيء يكون باتش او سيجمنت او مكان اماكن قليله موزعه على اللنجز يصير شنو تصير تضرب لون ابيض فيقول باتشي اند سيجمنت شادوز الشادوز هي هاي ثواني هسه مثل ما تشوفون هنا ثواني باصوره اوكي هسه قلنا هذا اللوبر هذا هالجهه بتشوفون كل مكان كله لوب كامل كله شنو صاير لون ابيض بس تروحون الى هالمكان تشوفون بس هالمكان قليله يعني شيء موزعه مناطق قليله موزعه على اللنج هاي شنو يسموها برونكو نيمونيا طبعا اصوركم هاي صور باقات مثل هاي الصوره هاي لوبر هاي ليش لوبر خلينا نكتب عليه لوبر ليش لان شوف هالمكان هذا كله صار شنو هاي لوب كامل من اللنج صار بيه كونسوليديشن ومتبدل بفلويد هذا مثلا هنا تروحون طبعا اكو نوع ثالث اللي ذكرناه همات سميناه انترستيشن بس هذا يعني ما مطيع الدكتور انا جبت صور من عندي انترستيشن سميناه هاي انترستيشن سميناه هذا هسه يفهم مشكلتنا خلينا نجي هذا اللي هو عندنا شنو اللي هو برونكو اوكي هذا شنو هذا قلنا هو عباره شوف انتم تشوفونها متوزع يعني سكاترد متوزع داخل اللنج بعد انتم تشوفون هذا الخيوط كنا ما خيوط صاير هيجي توزع داخل اللنج يسمونه شنو برونكو نيمونيا هذا الانترستيشن تعرفون تقريبا نفس برونكو نيمونيا نفسه بس شنو يصير بس بهالمنطقه شايف هالمنطقه ثواني هاي المنطقه يصير داخل المنطقه بس اللي هو شنو هاي المنطقه شوف بس هاي المنطقه صارت تقريبا بيها هاي المنطقه يسموها يعني قريبه من هايلم مالت اللنج الهايلم اللي هو يدخل بيها نيرف يدخل بيها فينز ويدخل بيها ارتريز همات قريبه عند بعض يسمونها بيري هايلم اعتقد يسموها بس هالمنطقه يصير بيها هيجي لون ابيض في ذاك بس هاي مشكلته ما اعتقد مذكور اصلا في المحاضره ايش عندنا بعد نكمل يقول كومبليكيشن complications as يمكن يصير وان نيمونيا يصير يمكن بلورال افيوجن تعرفون شنو بلورال افيوجن تجمع هاللنج عندنا هاي بيها غشائين فالبلورال افيوجن هو شنو تجمع الفلويد داخل هالمكان نصوره ثواني الفلويد راح يتجمع هالمكان هاي بلورال افيوجن بين الفيسرال والبرايتل لاير مالت البلورا هاي اسمها بلورال افيوجن او ابسس اور امبايما يقول امبايما شنو امبايما نفس امبايما همات بس مو فلويد يتجمع شنو باس يسمونه الباس هو عباره عن فلويد بشنو ب خلايا الدم بيض اوكي هذا هنا متجمع كان بيتجكتد باي اكس راي همات الاكس راي يمكن يعني توجهه يعني تخليه على اللنك يوضح لنا البلورال فيوجن السائل موجود داخل البلورال لانه هو سائل مو هواء نفس الوقت شنو يوضح لنا هذا الامبايم اللي هي الباس همات يمكن صاير مكان معين من منطقه البلورا همات راح يبين بالاكس راي عندنا الستافيلوكوكس اوريوس مالتي لوبر اند مالتي لوبر شادوز كافيتيشن نيماتوسيل اند ابسيسز يقول لنا كلها ما راح يبين بالاكس راي مثلا المالتي لوبر شادوز يعني يمكن اكثر من لوب متاثرها ما راح يبين كافيتيشن يعني هاي الكافيتيشن معناتها مثل مناطق داخل اللنجز راح يصير يعني هي اللنجز اللي بيها فلويد فاكو مناطق معينه شيء يعني صغار يصير بيها شيء يصير داخلها هواء مو فلويد يعني شيء مناطق صغيره فيصير داخلها هواء يسموها كافيتيشن نيماتوسيل شنو نيماتوسيل مثل ما تشوفون هنا
هاي وعلى المكان هذا هاي ما تسمى سيست او مكان ايش مكان الكيس يصير داخله هواء داخل شنو بس اللنج لها بها فلويد شوف هسه بها فلويدنا بس اكو مكان صغير شنو هاي بها هواء فذاك شيء شو يسمونه يسمونه نيماتوسيل ايش عندنا بعد ابسسز همات يعني الباس همات اذا داخل الباس اللي هو عباره عن بفلويد بخلايا دم بيض همات يبين داخل الشيست اكس راي يقول other investigations إذا خلصنا الإكس راي وخلصنا ذين الواقعات بقى عن other investigation serological test هاي يشوف شنو ال antibodies يعني داخل الدم يشوف antibodies ونعود نعرف إنه هاي يا بكتيريا مسببة اليورين هم ما تسوي فحص اليورين نسوي فحص المن نسوي pleural fluid aspiration and culture نطلع من داخل هاي الفلويد ممكن نكونها فلويد هذا نشوف هذه الفلويد نطلع داخل خارج الجسم نسوي له شنو نسوي له كلتشر ونشوف انه الكلتشر يعني نشوف انه هاي يا بكتيريا يا بكتيريا مثربي وبهالحاله راح نعرف انه يعني يعني نيمونيا او لا هم تشوف البلد غازز يعني نشوف انه عم نعرف الغاز اكسين قد تاثر يمكن اخذناهن هسه سكان هذا باللوبر نيمونيا مثل ما تشوفون عندنا هاي هذا المكان صار هنا عندنا كونسلتيشن باللوب من اللنجز هسه صار من المانجمنت المانجمنت يقول اول شيء يقول شنو لازم نقله ريست اول شيء ادفايز بريست ونفس الوقت نقل افويد سموكينج ونعطي اكسجين اذا كان عنده هايبوتنشن عنده هايبوكسيا او عنده تكبني عنده يعني تسارع تنفس همات شنو نعطي اكسجين ايش عندنا بعد عندنا هذا مساعدتكم على السكور هذا شنو يحسبون يعرفون عن طريقه انه هاي النيمونيا يعني سيفير لو مو سيفير اول شيء كونفيوجن يعني ريسبونس مالته قليله يعني المريض ريسبونس قليله هذا اذا عنده كونفيوجن نعطي سكور واحد بعد شنو اليوريا اليوريا اذا كانت اكثر من 7 ملي مول بير لتر يعني مرتفع نسبتها بالدم هم تنطي سكور واحد هاي صار مثلا هاي 2 الريسبيرتوري ريت اذا كان اكثر من 30 يعني عندك تكبنيه هم تنطي سكور واحد بلود بريشر اذا كان السيستول مالته اقل من 90 والدايستول شنو اقل من 60 اوكي يعني عندها هايبوتنشن بحال شنو نطي سكور هم هاي واحد واخر شيء عندنا الايج اذا كان عمره يعني اكثر من 65 هم تنطي سكور فلان شنو فنجي مثلا وحده وحده اذا كان عنده بس مثلا يمكن هو عنده كونفيوجن مثلا عنده يوريا يسمون اكثر من 7 ملي مول يعني معناته سكور مالته 2 الاثنين شنو معناتها هاي الاثنين هذه معناتها عنده كونسيدر هوسبيتال سوبرفايز تريتمنت يعني تريتمنت داخل المستشفى اوبشن مي انكلود شورت ستيز ان بيشنت يعني يبقى داخل المستشفى قليل عن هوسبيتال سوبرفايز اوت بيشنت ومن يطلع همات يعني نتابعه وهكذا الباقيات يعني اذا كان عنده مثلا بسكور واحد هاي هنا لايكلي تو بي سوتابل فور هوم تريتمنت يعني عادي يعالجونهم هو البيت اذا كان عنده سكور ثلاثه لا هذا الوضع يختلف مانج ان هوسبيتال السيفير نيمونيا يعني عنده سيفير نيمونيا هذا يعني ثلاثه فوق اساس فور يطو يخلوه داخل انتنسيف كير يونت يخلوه داخل عنايه مركزه سبيشلي اذا كان عنده هذا هو اللي يسمونه كيرب 65 هذا هو السكور اللي حكينا عنه هو هذا نظام عشان عنده 4 و5 هذا لازم يبقى داخل المستشفى بالعنايه المركزه. هسه شنو نجي العلاج انتيبيوتيك شنو نعطي؟ اذا كان ان كومبليكيتد يعني هذا بعد مو سيفير مو سيفير كوميتي اكوايرد نيمونيا يعطوه اموكسيسيلين 500 ملغ كل 8 ساعات اورالي بس اذا عنده الرجي من البنسلين ايش راح يعني هذا ما راح يستخدم من الاموكسيلين ما يصير يستخدم الاموكسيلين يعطونه شنو هذا؟ كلارثرومايسين 500 ملغ كل 12 ساعه همات اورالي. او هم ما تسوى وقت ينطوا او يطون ارثرومايسين هم 500 ملغ كل ساعات وهم ما اورالي هاي شنو هاي بوضع الكومبليكيتد بس اذا صار عند سيفير يعني صارت السي بي هاي سيفير يطوا ارثرومايسين بس مره شنو هم 500 ملغ بس شنو هالمره وكل 12 ساعه بس شنو مو اورالي يطوا انترافينس يعني يطوا عن طريق الفينز بلس هم ما يطوا يا هاي يسموه كوموكس كلاف كوم اوموكس كلاف هذا يطو غرام واحد كل 8 ساعات وهما ترافينس اور يطو شنو سيفتراكسون هذا شنو هذا هما 1 او 2 غرام شنو كل يوم بس هما ترافينس يعني ذني السيفير كاب كلها ترافينس ما يطونه اورالي لان هي سيفير هسه ايش عندنا وصلنا انديكيشن فور انتنسيف كير يونتس ليش نودي يعني الانتنسيف كير يونتس اول شيء فيلينج تو ريسبوند رابيدلي تو انيشال مانجمنت ينطي مانجمنت يعني نعالجه بس هو ما يستجاب يودي الانتنسيف يعني عناية مركزة persisting hypoxia تبقى الهايبوكسيا تقريبا شنو تبقى اقل من 60 ملم الزئبق طبعا هو احنا اخذنا بس الاكسجين اخذنا يعني بالكيلو باسكال بس هو هسه مطيب متر زئبق هو طبيعي 80% فهو اذا كان اقل من 60
كان يسوي الانديكيشن للانترسنت كاريونز. شدنا بعد بروجريسيف هايبر كابنيا، يعني عنده هايبر كابنيا، عنده زياده ثانكس الكربون بالدم. سيفير اسيدوسيس، هذا نفس الشيء يعني هي متعلقه بالهايبر كابنيا. شوك، يعني الجسم ما جي يجي يوصل اكسجين كافي. ديبريس كونشسنس، يعني يصير يعني يفقد الوعي او شيء. كومبليكيشن كان اسوسيشن للكومبليكيشنز مع النيمونيا. النيمونيا شنو نسوي لنا؟ يمكن سوينا شنو؟ بارا نيمونيك شنو؟ افيوجن. هنا سوى فلور يسمونه بلونر افيوجن او يسمونه فلور افيوجن. هذا يعني يصير فلويد داخل الفلور سبيس هذا. بس شنو هذا؟ يعني يصير ويا من وين مكان اللي صاير بيه نيمونيا يعني، اوكي؟ فيصير شنو؟ جمع فلويد. هذا شنو؟ هاي امبايما سميناها مثل ما مستعشر احكي لكم اياها. نرجع لها. هاي يصير باس الفورمي، الباس اللي يتجمع وين؟ الباس قلت لكم البلاس هو عباره عن فلويد بخلايا دم بيض هواي، وهاي جمع هالمكان، وهاي جمع داخل همات البلورا يسمونه شنو؟ امبايما. ايش عنده بعد؟ امبايما او امبايما يعني بلفظها ما ادري صحيح ولا لا. ايش عنده بعد؟ لوبر كولابس، يمكن اللوب كامل من لانجز. هاي طبعا عندي هنا ما اعتقد انه عندي اللوب كامل مثل هاي اللوب كامل من اللانج كله شنو؟ كله يروح، اوكي؟ كله يصير الانهيار، اوكي؟ يعني يروح. ايش عندنا بعد؟ نيموثوراكس. نيموثوراكس نفس الفكره همات بارتيكولر وذ سافيلو كوكس اوريا البكتيريا. يعني شو يصير بقى النيموثوراكس؟ راح ايش يصير؟ الهواء يطلع من اللنج، يطلع داخل الكافيتي اللي هو بين التشست وبين اللنج، يعني يطلع من داخل اللنج يطلع برا. فبالحاله ايش راح يصير؟ راح يصير الضغط مال التشست ومال الهواء طلع كله يصير على اللنج. فذلك هو ايش راح يسوي لها؟ وعشان جاي يصغرها، مو عشان يصغرها، باعتبار الضغط صار كلش قوي من برا عليها، كلش قوي صار ضغط عليها، فراح يصغر اللنج. هاي شو يسمونه؟ هاي يعني صار كولابس اللنج، نيموثوراكس. السوبراتيف نيمونيا اللنج كابس مع شوي ناخذها، ما ناخذها باخر سلايد. هاي الاي ار دي اس اللي اعتقد اكيوت ريسبيرتوري ديستريس سندروم. هاي شو يصير بيك الار دي اس؟ هاي الالفيولي الطبيعيه هاي ياها. يصير ليك او يتسرب السائل داخل الالفيولاي مثل ما تشوفون، يطلب سائل داخل الالفيولاي. لو دخل سائل داخل الالفيولاي ايش راح يصير؟ راح يروح بعد منقل التبادل الغازي، اوكي؟ فهاي همات تعتبر كومبليكيشن من للنيمونيا. هما تصير رينال فيلر، مالتي اورجان فيلر، همات يعني يصير فشل كلوي او اي عضو ثاني. اكتوبك ابسيسس فورميشن. اوكي، هاي سافيلوكوكس اوريس، هاي لما البكتيريا تجيها مات يمكن تحفز لنا انفلاميشن ريسبونس، فراح يكون ابسس فورميشن، يكون يعني تجمع الخلايا الدم البيض بمكان. بنفس الوقت يمكن شو يسوي لنا؟ ديليد ريكفري، تخلينا شنو؟ تخلينا انه الجسم ما يقدر يسوي ريكفري، ما يقدر يتعافى بسرعه، او ديليد ريزولفينج، او اصلا نون ريزولفينج نيمونيا، يعني نيمونيا تبقى يعني حتى من يعالجوها ديليد ريزولفينج، يعني متعالج بسرعه تطول اكثر وقت اطول، او نون ريزولفينج نيمونيا، يعني نيمونيا حتى غير متعالج تبقى موجوده، اوكي؟ فيسوي نون ريزولفينج ما تعالج بصوره كامله. هسه كله حكينا عن شنو هذا؟ حكينا عن السي اي بي اللي هو كوميونتي اكواير. هذا كله اللي برا. طبعا اكو شيء حكيناه، قلنا انه الكوميونتي اكواير حكينا عن يعني بكتيريا معينه هي اللي سببها. هسه هوسبيتال اكواير نيمونيا، هاي همات عد بكتيريا خاصة بها همات، فصار نحكي واحدة واحدة. هاسبل اكوايرد نيمونيا شو يقول؟ يقول هاسبل اكوايرد ار يسمونه نوزو كوميال نيمونيا. شنو؟ ريفيرز تو شنو؟ نيو ابيسودز اوف نيمونيا اكيرينج ات ليست 2 دايز افتر ادمشن تو هاسبيتال. يعني لازم دخل المستشفى، هو على متشغلة مو على مود نيمونيا عنده، ورا يومين او اكثر شنو صار عنده اصاب بنيمونيا، اوكي؟ فهاي يسموها هاسبيتال، يعني لازم ورا يومين يسموها هاسبل اكوايرد نيمونيا. شنو بعد؟ The term include post operative، يمكن وراء عملية، سوى عملية وراء انصاب نيمونيا، أو شنو؟ أو وراء ما أخذ أساس الفنتيليشن، يعني حاول يسوي الفنتيليشن، يعني يساعدوه بالتنفس، همات الجهاز يمكن كان ملوث فسوى له نيمونيا. هاي يسموها hospital acquired pneumonia. يقول the majority of hospital acquired infections caused by gram negative bacteria. اكثر شيء طبعا هذه بعد ناخذ نسين جايه بالانفكشن، هلا جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف ولا سوالف، بس مو محتاجين يفهمون. يقول اكثر شيء البكتيريا تسبب الهوسبيتال اكوايرد نيمونيا اللي هي مثل الاشركيا، بكتيريا اشركيا كولاي يسموها اعتقد، هو اهم مره بس الاشركيا، او سيدومونوز، سيدوموناس كلبسيليا، اوكي مشكله باللفظ، سبيسيز انواع الكلبسيليا.
ستافيلوكوكس اوريوس همات هاي سب انكلودينج، يقول انه هاي النوع اللي هو ام ار اس اي، طبعا نسيت اختصار ام ار اس اي، هاي اذكر لكم اياها بعدين اكتب لكم اياها جوا. اند شنو اني ايروبيك اورجانيزم، يمكن هاي اكو بكتيريا اصلا معتمد على الاكسجين على تنمو، يعني هي نموها محتاج اكسجين، يعني اكسجين يقتلها، فهمت يمكن شنو سبب لنا نيمونيا بالهوسبيتال كارد نيمونيا اللي هي داخل المستشفى. شدنا بعد هسه عندنا نيمونيا عند شنو، ها اوكي هسه خلص النوع الثاني. هذا النوع الثالث اللي يسمونه شنو سميناه، سميناه اميونو شنو كومبرومايزد بيشنتس، اللي هم عندهم مشاكل مناعيه، يعني هم عندهم مشاكل مناعيه يصابون بكتيريا او معينه سوي لهم نيمونيا. فيقول pulmonary infections is common in patients receiving immunosuppressive drugs. يقول انه pulmonary infections infections اللي تصير داخل pulmonary infections infections داخل اللنجز هي common in patients اللي هم ياخذون شنو، ياخذون immunosuppressive شنو drugs اللي هم ياخذون ادويه تضبط المناعه. And those diseases causing defects of cellular and humoral immune mechanisms. يقول انه وهمات هذول اللي هم شنو and those who هذول عندهم امراض سببت مشاكل. عندنا نوع من المناعه يسموها نوع سيلر ونوع اسمه هاميرو، هم تاخذها بالانفكشن سين جاي يعني ما يحتاج نشرحها، بس لان الديزيز يعني شنو يسوي لنا ديفكت او مشكله بين نوعين المناعه. بعد عندنا يمكن اكو ناس عندهم ديفكتيف فيجوستيك فانكشن، يعني ما يصير انفلاميشن، الفيجوسايت فيجوسيتوسيس ما يصير بصوره طبيعيه، لذلك يعتبرها مناعتهم ضعيفه، فتجي بكتيريا معينه البكتيريا يمكن تسبب لهم نيمونيا. اكيوت لوكيميا يمكن لوكيميا، يمكن اي جرانولوسايتوسيس، يمكن نوع جرانولوسايت هاي نوع من انواع خلايا الدم البيض، هماتي يمكن مفقوده او موجوده باعداد هواي قليلات، لذلك همات يعتبرون هم اميونو كومبرومايز، يعتبرون مناعتهم ضعيفه. سايتوتوكسيك كيموثيرابي، هذول عندهم كانسر يعالجوهم بكيموثيرابي، هذول هم هاي الكيموثيرابي كلش تاثر على المناعه وضعفها. لمفوما ثايميك افليجيا ثايمس هاي موجوده بالصدر، هاي فضيفه تطيل يعني تسوي لنا التي تي سيلز او تي لينفوسايتس، فاذا هي موجوده اصلا يعني كونجنتال، يعني اذا هي يسم اي بيجي ما عاد شنو اصلا ما جاي يعني ما موجوده يعني كونجنتال جاي من طفل هو ما عاد هاي الثايمس، بحاله شنو راح نعتبر ضعيفه ويمكن ينصاب بنيمونيا. كان كوزز فور اميونو كومبرومايز نيمونيا ار انكلود، اوكي حقنا النيمونيا يكون مو بس يعني اكثر شيء هي بكتيريا، بس يمكن يكون الاسباب ثانيه. فيقول هنا كومن كوزز هم يمكن تكون فيروسز او فنجاي او نيموسايتس كارنيا او يسمون هنا جيروفيش، دقيقه شنو اللفظ هاي شنو جيروفيسي اللفظ هاي اوكي. فالفيروسز يمكن يكون سايتوميجالس فيروس او هربس فيروس او ادينو فيروس او انفلونزا. الفنجاي يمكن يكون البيكانز أو فيوماجايتس، وبنها نيموسايتس كارنية اللي هو يسمونه جيروفيسي. هسينو خلصنا النيمونيا يعني شنو أميون كومبرومايز بيشنتس. هسه النوع الثالث خلاص، النوع الرابع طبعا هذا الكلام المفروض يصير فوق كده. هسه هذا النوع الرابع، طبعا بس انا ارجع لكم هذا قبل شوي قلت لكم على الاختصار هذا شلون رايح. هاي اللي هي ام ار اس اي، هذا اللي يسموها ميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريس، هاي اللي هي نوع من انواع ستافيلوكوكس اوريس بس يختلف عن العاديات لان هاي تكون ريزيستنس اكثر. هاي بالنسبه قلنا الهسبيتال اكوايرد، ومش قلت لكم على الاختصار انه نسيته وكتبته هنا. سعدنا هسه اخر نوع اللي هو النوع، طبعا هو النوع هذا ما ذكر عنه هواي اشياء، اللي هو يسمونه اسبريشنال نيمونيا، اسبيراتيف اند اسبريشنال نيمونيا، بس حاجه على اسبيراتيف مغلس على الاسبريشنال نيمونيا. يقول كلونينج بولونري ابسيسز، يقول هسه شنو هاي اسبيراتيف نيمونيا از ا تيرم يوزد تو ديسكرايب ا فورم اوف نيمونيك كونسوليديشن ان ويتش ذير از ديستركشن اوف ذا لانج بارينكايما باي ذا انفلاماتوري بروسيس. يعني شنو من دخلت البكتيريا صح صح صنف الميشن، هاي الميشن شنو راح يدمر لنا التيشو مالت اللنج، ونفس الوقت الخلايا المناعيه هاي تتجمع في يسمونها سبريتيف اوكي، يعني يصير ابسس فورميشن. ابسس هو قلت لكم هو عباره عن باس اللي هو خلايا دم بيض مجمعه. ذا تيرم بولونري ابسس ريفير تو ليجن ان ويتش ذير از ا لارج لوكالايزد كولكشن اوف باس، مثل ما قلت لكم، اند ا كافيتي فورمد باي رابتشر انتو ا برونكس.
هو مثل ما قلت لكم هو البروبلم نفسه يقول هو ريفير تو ليجن ان ويتش ذير از ا لارج لوكلايز كولكشن اوف باس، يعني مجمع الباس كل شيء بمكان واحد ويعبر عن شنو يعبر همت على البرونكس. هذا شنو ذا كلينيكال فيتشر اوف ا سوبراتيف نيمونيا ار، يقول شنو سوبراتيف نيمونيا شنو الفيتشرز مالتها السوبراتيف نيمونيا. او شيء كاف بروتكتيف اوف لارج اماونت اوف فيتيد سبيوتم، انه او شيء الكاف شنو بروتكتيف يسمونه، يعني اوكي ويسمونه هاي يسمونه سميلي او يعني بريحه كريهه، هذا اللي يطلع الكاف يطلع والسبيوتم يطلع بريحه كريهه. بلورال بين اوكي يعني وجع منطقه بلورا اوكي. سدن اكسبكتوريشن اوف كابيوس اماونت اوف فاول سبيوتم، يقول شنو على ساعه يصير اكسبكتوريشن راح يصير سبيوتم يصير على فجاه يطلع وكميات كبيره او نفس الوقت راح تكريها. occurs if abscess ruptures into a bronchus، اذا الابسس طلع او يعني شنو يعني فتح البرونكس ودخل داخلها، اذا صار هالشيء راح يحصل هذا sudden expectoration، راح يطلع النبل يطلع الابسس خارج الجسم واللي هو بيريح كريهه. هاي شنو هاي remittent pyrexia واللي هو يعني ترتفع درجه حراره فيفر درجه عاليه وديجيتال كلوبينج الفينجرز راح تصير مثل تشوفون يعني تنتفخ الفينجرز يسمون هذا الديجيتال كلوبينج. طبعا لحد هنا خلصت المحاضره، اتمنى انكم استفادتوا منها وشكرا.